بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد شهدنا خلال معدل ارتحال متناقص انتهى عند حاجز 4.8 على ما أتذكر خلال الشهر الماضي، أما الشهور التي سبقته فقد ارتفع وكان في تزايد. المهم نحن ننتظر معدل الارتحال لهذا الشهر لكي يعطينا نظرة عامة حول تصارع ضيفنا الثقيل النجم ذو الذنب، ولنعلم كم بقي لنا نحو نقطة الحد الأضعف لخطوط الحقل الأرضي المغناطيسي الأرضي، لأنه لو تم حساب معدل الارتحال على هذه الوتيرة التي سجلت في قبل هذه الوتيرة السريعة، فإن الوصول لنقطة الضعف أو 40 درجة سيتم خلال سنة تقريبا. لكن فقد قلت سابقا لا يمكن التنبؤ بحركة هذا الزائر الثقيل ولو لمتر واحد، وعليه فما حدث في الشهور الماضية من ارتحال مغناطيسي ونقاط إسقاطية متباطئة دلت بشكل واضح على أن تسارعه متباطئ في السنين الماضية، وما حدث خلال الشهور الأخيرة يدلنا على أن التصارع الحركي تصارع بشكل مفاجئ لحوالي إلى 20%، لكنه ما زال خلف مدار المشتري. إذن التصارع متغير بشكل عام، فربما زاد التصارع عليه، فإن مساقطه الأرضية ستتصارع، وربما نقص التصارع وبالتالي الارتحال المغناطيسي سينقص حتما تبعا لقانون نيوتن بالاقتراب الكتلي. إن ما يحصل الآن من ارتحال كهرومغناطيسي سيكون نواة للارتحال الجغرافي، ومن يلاحظ السرعات الدخيلة سيتحقق أنها ارتفعت بشكل أكبر من السابق، وخرائط الأحمال الأيونية باتت تغطي مساحة أوسع وأشمل. فإن قرنا ذلك على الأحداث على الأرض، فأنتم تلاحظون كثرة الزلازل بين شهر وآخر وليس بين سنة أخرى كما كنا نقارنها، كثرة البراكين، نيازك وحطام فضائي، احترار في المناخ حيث تجد جفافا في مناطق وفيضانات عارمة في مناطق أخرى. ولو تعمقنا أكثر نحو الفضاء سنجد الزلازل التي تضرب كوكب المريخ باعتراف هيئة الفضاء العالمية، والعواصف الكهرومغناطيسية العاتية التي تضرب المشتري وانسياق حقله نحو الداخل باتجاه الأرض إلى آخره. لقد تم التقاط العديد من الصور للكوكب المذنب عبر حقول الرصد، وهو بأشكال وميالانات مختلفة، واخترت لكم هذه الصورة عبر لاسكو 2، تصوره بشكل ضخم. فالجسم المركزي يعمل مع الدوامة القمرية الجانبية والخلفية بالإضافة للغبار المشحون. انطباع ضوئي ككتلة تبدو وكأنها جسم واحد، حيث تبدو الأقمار حول الجسم المركزي المرسوم كدائرة حمراء، زوايا غير متناظرة تحجب وراءها ديل نيزك عملاق. فإن كان هذا الرصد يجري عبر الأقمار الصناعية، فماذا عن الرصد التلسكوبي الأرضي؟ اعتبارا من بعد انتهاء شهور الإخفاء سيمكننا رصده من جديد، أو العودة للرصد التلسكوبي.
لكن بتلسكوبات كما أقول دائما بتلسكوب معزز بأشعة تحت الحمراء، وهذا هو الشرط الأساسي، وبعيار يفوق 8 إنش، والقطعة العينية يجب أن تكون 10 ملم ليسهل الرصد، كما أنه يكون صعبا أو لا يجوز الرشد في الأجواء الضبابية أو المغبرة، بل يجب الرصد في الأجواء المعتمة والبعيدة عن أضواء المدينة أو ضوء القمر. نوهت كثيرا لا يمكننا تصديق أي صورة حتى لو كانت صحيحة للكوكب المذنب دون إرفاقها بأحداثيات، وإلا ستكون غير موثقة. فالراصد إن تحقق من التقاط أي جرم في السماء فلا بد من إعطاء إحداثيات لهدفه المرصود، وإلا لا يمكن الوثوق بما شاهده. فلنحذر من الصور الغير الموثقة ومن المواعيد الزائفة الغير مقرونة بالوقائع، فالكثير بدأ يعطي مواعيد لكل شيء فقط لجذب المشاهدات، ولا أريد ذكر الأسماء وكلكم تعرفونه، حيث أن عددا كبيرا من المشاهدين يسألونني هل سيقع وبأي إثبات، أين إثباته لإعطاء مواعيد، بأي إثبات أعطى تلك التواريخ؟ فنحن نتعامل مع جرم غريب الأطوار، بل هو لغز فضائي حقيقي يتصارع ويتباطأ ويقف ثم يندفع. أثره واضحة ورسائله تترجمها الأرض بلغتها كل شهر أو كل أسبوع تقريبا. إذن إن كل كوكب يتكلم بلغته ترحيبا بالضيف الثقيل، والناس ستستشعر الزلازل والهزات والرجفات بشكل أوضح كلما اقترب موعد الوصول، ونحن نرتقب. والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.